حلقة أزمة ثقة من نفس البرنامج كانت عن كتير قابلتهم، سواء اللي طلبوا استشارات نفسية لمشاكلهم أو اللي من اضطراباتهم دي عالجتهم. كانت الأزمة الأكبر بالنسبة لهم هي أزمة ثقتهم، ما بين ثقتهم الكبيرة جدا في غيرهم أو ثقتهم الأقل خالص في نفسهم. ورغم أن الحكاية تبان أنها حكاية ثقة، سواء ثقتهم فيهم أو في اللي حواليهم، إلا أن السبب الحقيقي وراء أزمة الثقة دي كان معلوماتهم. باختصار، ان اكتر اصحاب المشاكل النفسيه في حياتهم من خبرات سلبيه واحباط وياس وكابه وشك او خوف حتى من مصيرهم، كان ورا كل ده واكتر عندهم سببين مش في حاجه لتالت لهم. السبب الاول هو نقص معلوماتهم، والتاني هو خطا معلوماتهم. الاول نقص معلوماتهم عن نفسهم. الناس دول مشكلتهم الحقيقيه لما يفتكروا نفسهم اقل ويشوفوا قدراتهم اقل، لما تكون معلوماتهم عن نفسهم ناقصه ونفوسهم بالنقص ده حاسه، لما عيونهم ما تشوفش غير السلبيات وعقولهم ما تترجمش غير العقبات. كل ده واكتر بيكون بسبب نقص المعلومات. السبب الثاني هو خطا معلوماتهم عن غيرهم، وده برضو بيكون ليه علاقه بالسبب الاولاني عنهم. لما الشخص بيشوف نفسه اقل من غيره مش بيعرف يشوف حقيقتهم. لما يكون من جواه مشوش مش هيكون مركز معاهم. هتكون نتيجه كل ده انه سهل يتخدع فيهم، ويكون صعب عليه يشوف الحقيقه ورا ابتسامتهم، صعب عليه يقرا الخديعه ورا مجاملاتهم، صعب عليه يشك في كلامهم، والاصعب منه انه هيفضل مصدقهم. وهكذا، ما بين نقص المعلومات عنهم او خطا في المعلومات عن غيرهم بتكون حكاياتهم، ويعيشوا ظالمين نفسهم قبل ما غيرهم يظلمهم. لما يشوفوا نفسهم اقل فيشوف غيره ده نفسه عليهم. ويمكن افضل معلومه يقدر الشخص يعرفها عن نفسه هي الرقم. لما يقيس كل قدراته بالرقم ويشوف كل امكانياته بالرقم، وده المعروف في علم النفس بالقياس النفسي، سايكومتري. وكمان افضل معلومه يقدر الشخص يعرفها عن غيره هي فهمه. لما يفهم طبيعه كل شخص بيعاشره، ويعرف ازاي المفروض انه يعامله، مش يكون زي الطبيب اللي بيكتب نفس الدواء لكل حد بيقابله. وده المعروف في العلاج النفسي بالتثقيف النفسي، سايكو ايديوكيشن. وما بين القياس النفسي للشخص وتحديد قدراته ومهاراته وامكانياته وشغفه وصوله لهدفه، وما بين التثقيف النفسي للشخص عن غيره، طبايعهم وانواعهم وطرق واساليب تعاملهم، بيزيد وعي الشخص عنه وعنهم، ويكون وعيه بالمعلومات دي أهم روشتة حياة يقدر يعيش بيها أحسن حياة. دي كانت حكاية المعلومة، ودي روشتة حياة يعيش بيها الإنسان بعقل واعي ونفس راقية في رحلة الحياة. أشوفكم فيها بكل خير.